بما أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقيم منتدى للاقتصاد الإسلامي، فإن من المناسب أن يكون الاقتصاد الإسلامي هو من أعمال عامل الخير، لأن الاقتصاد الإسلامي يقوم على الزكاة وعلى الأوقاف وعلى الصدقات والتبرعات، هذا جزء من الاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى البيوع والمعاملات وغير ذلك من الأنشطة التجارية. فكيف نفعل هذه الأبواب الفقهية لخدمة الاقتصاد الإسلامي؟ كان هذا المنطلق الأساس، كيف نفعل هذه الأبواب الأساسية في حياة المسلم من زكاته، من أوقافه، من رباته، من عطاياه، من مساهماته الخيرية لتنمية الاقتصاد الإسلامي. فأنشأنا هذه المحاور لتكون محاور لهذا المنتدى حتى تفعل هذه الأبواب الفقهية وكيف وتنمي الاقتصاد الإسلامي تنمية.